عمر عنان نائب برلماني عند حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عملت وجد أنقاذ. اليوم شهدنا اختتام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإقليمي التاسع لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي انعقد هنا بوجدة بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. هذا المؤتمر الذي نعتبره ناجح، الجلسة الأولى على الأقل هذه الجلسة الافتتاحية نعتبرها ناجحة بمختلف المقاييس، لأنه مثلا من ناحية الكم ديال الحاضرين الكل شاهد أن القاعة كانت مليئة وكل أطراف القاعة كانت مليئة، وكذلك من ناحية النوع من حيث أنه العطور والهيئات ممثلي الهيئة السياسية والفعاليات المجتمعية المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام، وكذلك من نساء ورجال وشباب الذين حضروا بهذا الحفل السياسي، وكذلك أنه شاركوا من خدة جاءوا من عدة أقاليم بجهة الشرق، وفود كبيرة جت من عدة أقاليم، وكذلك الوفد المرافق لأخ الكاتب الأول للحزب وفد مهم لأنه يتكون من عدة أعضاء من المكتب السياسي ونواب برلمانيين ومستشارين. كل هذا يدل أن هذه الجلسة الافتتاحية كانت ناجحة، وتميزت هذه الجلسة الافتتاحية بكلمة التي ألقاها الأخ الكاتب الأول للحزب. هذه الكلمة التي كانت متميزة لأنه تناول فيها المستجدات السياسية على المستوى الدولي والوطني، منها مثلا القضية الفلسطينية وقضية وحدتنا الترابية، وكذلك تطرق للشأن الجهوي لأن شعار هذا المؤتمر هو نراهن على وجدة كعاصمة مغاربية وقاطرة لتنمية المناطق الحدودية. إذن باعتبار هذا الشعار أن الكاتب الأول تطرق للتحديات والإكراهات التي تعيشها هذه الجهة، هذه المدينة بخصوص، والجهة من عزلة وهشاشة ونقص في الخدمات الاجتماعية، وكذلك مسألة البطالة، مسألة نقص الخدمات الصحية، ونقص الاستثمارات، مشاريع التشغيل ليست في المستوى، ضعيفة جدا بجهة الشرقية. إذن لابد ونادى الأخ الكاتب الأول الحكومة أن تراعي في استراتيجيتها مسألة العدالة المجالية، وكذلك أن يجب على هذه الجهة أن تستفيد من تمييز إيجابي لتنطلق هي كذلك كباقي الجهات المملكة في ثورتها التنموية. إذن هذا عن الجلسة الافتتاحية، وتوجت هذه الجلسة بتكريم عدد من الشخصيات التي بصمت هذه المدينة وهذه الجهة بعطائها في المجال السياسي والحقوقي والنقابي والفكري، وكلهم كفاءات مروا هنا في هذه المدينة وفي هذه الجهة، أعطوا لهذه المدينة والجهة، وانطلاقا من مبدأ العرفان تم تكريمهم واعتراف بهم رمزيا. ثم طبعا الحال هناك الجلسة الثانية لهذا المؤتمر مخصصة فقط للأشخاص الذين لهم صفة مؤتمر ليبتوا أولا في التقريرين الأدبي والمالي للكتابة الإقليمية السابقة، ثم يتم انتخاب أو المصادقة على كاتب إقليم جديد وطاقمه أو فريقه الذي يشتغل معه. وأظن وأنا متأكد أن هذه الجلسة ستخرج بالمصادقة على فريق جديد يضم دماء أو أشخاص طاقة جديدة من شباب وأطر ونساء لتتولى مسؤولية الحزبية على هذا على مستوى الإقليم، ولتقود هذه القاطرة، وذلك منطلقة من ورقة توجيهية التي أعدتها اللجنة التحضيرية التي تعتبر كخارطة الطريق لعملها. وأشكركم كوسائل إعلام للجهود الذين تقومون به لتوصيل الصورة الحقيقية للمواطنات والمواطنين الذين لم يتمكنوا الحضور والتواصل مع المواطنين ليعلموا ماذا جرى من أشغال ومخرجات هذا اللقاء، وأتمنى أن نتواصل بعد هذا لتعلمون مخرجات الجلسة الثانية، وشكرا لكم.